لا يوجد شيء اسمه مستحيل. استطاع شخص من متحدي الإعاقة يبلغ من العمر 57 عاما النجاة من تسونامي بركان تونجا بعد أن ظل يسبح لمدة تزيد عن 27 ساعة متواصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام. في البداية بنذكر حضراتكم بالصلاة على حبيبنا وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم تمنعه الإعاقة من النجاة بحياته. أجبر رجل في مملكة تونجا يبلغ من العمر 57 عاما على السباحة لمدة 27 ساعة متتالية بعد أن جرفته مياه تسونامي بركان تونجا المدمر، والذي أدى ثورانه وما تلاه إلى تسونامي نهاية الأسبوع الماضي ودمر القرى وأفسد مياه الشرب وأدى إلى وفيات كثيرة نظرا لانقطاع خطوط الاتصال وعدم وصول المساعدات إلى مملكة تونجا. بدأت تظهر قصص الهروب والنجاة الدراماتيكية. هذا الرجل يدعى فوالو، هذا الرجل يدعى فوالو بحسب صحيفة يو اس توداي الأمريكية. هو رجل من ذوي الإعاقة أكسبته متانته في السباحة لقب الحياة الحقيقية أكوامان. هو نجار متقاعد يعيش في جزيرة أتاتا الصغيرة، يبلغ عدد سكانها حوالي 60 شخصا. انجرفت بهم مياه البحر عندما ضربت موجات التسونامي. روى قصة بقائه في مقابلة مع وكالة الإعلام التونجية. أكد أن الأمواج العاتية ضربت الجزيرة، أصبحنا جميعا على سطح البحر تجرفنا الأمواج، إلا أنه استطاع تسلق شجرة، لكن موجة كبيرة سحبته من فوق هذه الشجرة بعيدا ليكون في البحر. إذن لا مفر له من النجاح إلا السباحة، فظل يسبح إلى أقرب جزيرة وهي جزيرة تونجا توبو، والتي قال أنها استغرقت أكثر من 27 ساعة متواصلة. ظل يسبح طوال ليلة السبت ليصل الجزيرة بأمان يوم الأحد. سبحان الله العظيم وبحمده، شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.